ما شريتش هذيك لاباري يا وليدي، راه قال لك خاصة تعقم ليه ليد، راه قال لك مهددة بالقطيع، والدري قال لك اي قطعوها ليا ونخرج بحالي ولا هاد الحالة هادي، وكيتأثر وكيغوت، راه انتم تتشوفوا الفيديو كاش تيديري با تيغوت يضل يغوت بحال يلاه تيقطعوها ليه من جديد، وانا مريضة خويا ما في حاليش، وانتم كتشوفوا يلاه مدوزة، وانا يا ما قادرش نشوفوا في هذاك الالم، ما كنمشيش نشوفوا في هذاك الالم، انا عجالسة الارض، هانتوما الحالة تتشوفوا فيها كي دايرة، انا عجالسة ما عنديش الجهد باش نخدم، ما عنديش باه يلاه مات عامين هادي، ما عندي لا دريت ما عندي حتى حاجة، هو اللي كان تيخدم عليا وهو اللي كان تيطر ليا، ما بقاش تقبل ليا، وما فين غنجيبو انا هنايا، فين غادي يعيش في هاد الحالة هادي، فين غادي تاثر ليا، ما عنديش الجهد حتى باش نقابلو، هو اللي كان مقابلني، هو اللي كان مسكين طلع عليا ويهبط عليا، راه هو تقطعت ليه ليد، ها هو يا دابا يا راه في السبيطار مليوح، نطلب من الناس وليدي الا كاين شي مساعده يساعدوني، الله يرضي عليكم وليدي وكثر خيركم واخواننا المحسنين، الله يرحم والديكم، الله حيت الطبيب حيت الطبيب قال لي تجيب لي كل نهار تيخرجوا لي 10000 12000 ديال الدواء، واحد لاباري حتى هي ما عاد قال لك باش تعقموا ليه ليد، وانا ما عنديش، والدري راه ما معقم عليه ليد لا والو، كيديروا ليه على الفاصمه وصافي.